النهارده بنتكلم على اغرب المهن واجدد المهن وناس اختارت انها تشتغل في حاجات مختلفه، مش بس ان هم ناس مش شرط يكونوا كبار في السن، ده في كمان شباب ممكن يكونوا اصغر سنا اختاروا يشتغلوا من هم صغيرين في حاجات مختلفه جدا جدا. عامه احنا معايا دلوقتي مقراني مايا محمد، وهي اصغر معتمده للسباق السيارات الكبيره في مصر. ازيك يا مايا؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ انت بتسوقي ازاي؟ بتسوقي ايه؟ بسوق عربية بي ام دبليو اي 30 مانيوال 2800 سي سي، وتعلمتها من وانا صغيرة. ف وانت صغيرة امتى؟ انت مع حسين دي عندك 40 سنة، انت عندك كام سنة؟ انا 14، متعلمها من 12. انا اول سباق دخلته كنت من سنتين 12. هي دي عربية اللي هي عربية كبيرة عادية. طب ازاي يعني جات لك الموضوع؟ ازاي؟ مين شجعك عليه؟ كنت عايزة تسوقي يعني السواقه دي؟ مش فيها سن معين ولا ايه اللي بيحصل؟ عشان هي من وانا صغيره وانا بحبهم جدا، واستنيت لما اطول شويه اكبر شويه اقدر ان انا اتحكم في العربيه. كابتن محمد شجعني، بتدرب في تراك مخصص للكلام ده، في سيفتي عاليه. فبدات الاول كان الموضوع صعب شويه، بعدها مع الوقت يعني. انت اول مره سوقت عربيه كان عندك كام سنه؟ 12 سنه. دي كانت عربية حد في البيت، عربية حد في العيلة، ولا عربية ايه؟ هي عربية كابتن محمد، هو والدي هو اللي علمني عليه وهو اللي شجعني، وانا كنت اصلا حابة الموضوع، فكان في حاجات صعبة بس عديتها. يعني هو علمك السواقة على عربيته؟ سواقة عادية جدا، اللي هو ايه، تطلعي من الجراج ترجعي تسوقي في الشارع كده. وبعدين مين فيكم بقى اللي قال يلا نخش سباقات عربيات؟ احنا الاثنين يعني، انا كنت عايزة وهو شجعني، وهو كمان بيعمل سباق عربيات. فانت شايفاه طول عمره بيعمل سباقات، فانت حسيتي طب ما انا كمان اخش السباقات. بالظبط. ايه اللي حبيبك في العربيات؟ ان هي دي حاجه، السباق ده فيه ادرينالين وفيه كده، فيه حاجات صعبه، ايه اللي حبيبك فيها؟ يعني بحب العربيات كلها، ف كنت عايزه الموضوع من وانا صغيره، قلت يلا بينا. طب بتفهمي في العربيات؟ يعني هل تبقى عارفه مثلا ده موتور كذا وده موتور مش عارف ايه والحاجات دي؟ ايوه. ده عرفتي بقى الحاجات دي ازاي؟ مع الوقت كنت واقفه بتفرج على مثلا الناس اللي بتشرح لحد مثلا، بسال اي حاجه مش عارفاها بسال عليها. يعني بقف مثلا كابتن محمد يبقى بيصلح لحد حاجه في التدريب، فانا اقف اسمعها واحاول ما اعملهاش. انا ملاحظ ان انت بتفصلي ما بين كابتن محمد وبابا، يعني هما بالنسبه لك شخصين مختلفين في مجالك وفي السباق العربيات هو كابتن محمد، لكن بقيه الحياه عادي بيبقى باباكي طبيعي. لا والدتي نفس الحاجه يعني. انت في البيت تقولي كابتن محمد؟ لا والله يا بابا. تقولي بابا عادي. لكن انت هتكلم عليه يبقى كابتن محمد. وهو اللي علمك السواقه من اول، وعلمك بعد السواقه اللي هي الطبيعيه اللي هي سواقه مانيوال، اطلعي اول وثاني وثالث والحاجات دي. بعد كده اول مره بقى يعلمك السباقات والجري والحاجات دي، جت ازاي؟ يعني كنت واقفه، كنا في يوم تدريب عادي، كنت واقفه قال لي تعالي انزلي. يوم تدريب سواقه؟ عادي. لا، يوم تدريب في استاد اسكندريه عادي، في التراك يعني. قال لي تعالي انزلي. انا فرحت طبعا، نزلت عملت كام اوردر بسيط، بدات اتطور لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي. دخلت اول سباق. ايه الاوردرات اللي بتبقى موجوده في السباق؟ يعني في فيجر اوف 8، في زيرو. يعني انا مش خلي بالك، انا بسوق بالعافيه اوتوماتيك، فاشرحي لي بس واحده، ايه الزيرو والحاجات دي؟ هي الفيجر اوف 8 بيبقى فيه بالطول او بالعرض. ف السباق يعني؟ لا، الفيجر يعني وضعيتها. فانا المفروض الف حرف 8 على كونين بس. تعملي كده، تعملي 8 ده بسرعه ولا بالراحه؟ يعني ببقى داخله بسرعه، بس لازم اهدي قبلها، عشان لو دخلت بدري العربيه هتعمل اوفر ستير، ان هي تلف اكتر من اللي مطلوب، فبضيع وقت. ده في سباقات السبيد. سباقات الدريفت انا كده مش محتاجه الوقت قد ما محتاجه البوينتس اللي هما بيدوها لي. يعني في مثلا كون انا لازم اوقعه بظهر العربيه، فانا لازم اوقع بجنبها. انت بتخشي سباقات مع ناس اعمارهم قد ايه؟ مش عارفه قوي، بس هما يعني ما شاء الله كبار وليهم اسم، يعني ثلاثينات واربعينات، يعني ناس كبيره. هل في حد تاني من سنك بيعمل كده؟ انت اصغر واحده مثلا في مصر بتسوق عربيات في السباقات. هل شفتي حد اكبر منك بيعمل الحاجات دي؟ في، بس بيبقوا اولاد يعني، ما شفتش بنت لحد دلوقتي.
طب وهل مش بتحتاجي رخصة عشان تقدري ان انت تشاكل حاجة، ولا ده السباق ملوش علاقة بالرخص؟ والموضوع بيبقى تحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصري وفي اكاديمية معتمدة سالونز اكاديمي، ف يعني انا بدخل تحت اشرافه. طب انت ومعايا رخصة رياضية. انت اكيد عندك دلوقتي مشكلة ان انا بسوق سواقة جامدة جدا وبعمل حركات وكل السباقات وما ينفعش اسوق في الحقيقة. يعني انت لو دلوقتي عايزه تروحي السوبر ماركت اخر شارع بتاع، لا ما ينفعش، لكن تنزلي جوه تراك تعملي الحاجات دي كلها عادي جدا. نفسك بقى تسوقي في الشارع عادي؟ اه بصراحه نفسك. طب انت لو في عربيه سباق معينه نفسك تبقى هي دي العربيه اللي تسابقي بيها، ايه هي العربيه دي؟ 36 بي ام دبليو اي 36. دي عربيه سريعه بقى جامده في الحاجات دي. اه احنا بتاعتنا اي 30، هم ما فرقوش كتير بس انا بحب 36 يعني. طب والسباقات دي بتبقى عاملة ازاي؟ كم متسابق؟ ايه اللي بيحصل؟ اشرح لنا كده الموضوع ده. ممكن على حسب عدد المتشاركين ممكن يبقوا من 60 ل 100. 60 متسابق في نفس السباق؟ ممكن. بيطلعوا في نفس الوقت؟ حصلت. لا مش في نفس الوقت، يعني كل واحد ليه 2 هيت، واحد بيدخل وبيخلص التاني بيدخل وراه. يعني انت بتخشي تعملي يعني انا التراك ليا لوحدي. تراك لوحدك ونحسب التايم؟ ونحسب التايم واللي بعدي وهكذا. ونحسب التايم لكل الناس ونقارن بينهم. بالظبط. ده للسباق. ايه تاني غير السباق؟ بيبقى فيه بقى قبل طبعا السباق فحص العربيه وارقامنا، ويعني بنبقى المفروض مجهزين العربيه بشكل معين، وبندخل بنحفظ اللاي اوت بتاعه السباق سواء سبيد او دريفت. شاركتي في كام سباق؟ مش فاكره بصراحه، بس يعني دخلت كتير. مش سباق 2 3 اكتر من كده؟ يمكن 5 6 كده. 5 6. طب انت نفسك ان دي تبقى مهنتك لما تكبري بقى، تبقى هي دي الشغلانه بتاعتك الاساسيه؟ هي دي. ايوه. انت حلمك ايه اصلا عامه لما تكبري، نفسك تبقي ايه؟ يعني عايزه ابقى مهندسه برمجه، وبعيدا عن كده تبقى يعني الهوايه المفضله اللي انا بعملها كل يوم هي الدريفت. الدريفت. بتحسي بايه وانت راكبه عربيه وبتسوقي وبتوصلي لسرعات عاليه جدا؟ متعه. بتحسي ان اكيد مفيش حد زيك، يعني بتحسي ان اكيد اصحابي كلهم لسه بيركبوا عجل عادي وانت بتركبي عربيه وتمشي بيها، السرعه ممكن توصل لكام مثلا؟ 80 100؟ ممكن، بس مش بتجيب ال 100 قوي لان التراك مش بيبقى طويل كفايه ان انا اجيب ال 100. التراك بيبقى عامل كده يعني، ولا بيبقى فيه حاجات لفه وطالع؟ بيبقى فيه لف و ريس لاين المفروض امشي عليه. اول سباق فاكراه اول سباق شاركت فيه؟ اه كان سباق تالونز اكاديمي، كان في الساحل وخدت فيه اول جونيور كده. كان خدت اول ايه؟ جونيور. اول جونيور. انت كسبتي اول جونيور، فانت اكيد اتاكدتي ان انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها. طب انت عارفه توفقي ما بين الدراسه وما بين السواقه؟ يعني بحاول، الحمد لله ماشيه في الاثنين. ولا بتلاقي بقى في عقاب بقى مثلا مفيش سواق الاسبوع ده لو درجاتك طلعت وحشه؟ لا انا بحاول. يعني درجاتك شاطره، بتجيبي درجات كويسه؟ يعني متوسطه، يعني بجيب الدرجه اللي تخليهم يقولوا لي لا انت ممكن تنزلي. طب واصحابك بينبهروا بيكي بيقولوا لك ايه؟ بيشجعوني بصراحه، بيقولوا لي لا كملي، في بعضهم بيقولوا لي انا عايزه اجي معاكي، في بعضهم بيقولوا لي عايزه اجي اتفرج عليكي، يعني بيبقى في تشجيع مستمر. في حد ينفع يركب معاكي ولا ما ينفعش حد يركب معاكي؟ ممكن، بس بيبقى بقى احتياطات الامان، الخوذه والحزام كده. وانت لازم عشان تسوقي عربيه لازم يبقى جوه التراك المخصص ليكي. بالظبط. ما ينفعش في اي مكان تاني، ما ينفعش بره. والسباقات دي لازم تكون كلها في رقابه عليها وفي نظام عليها. بالظبط. لكن هل هو اصلا السن الطبيعي بتاع المشاركه او بدايه المشاركه كام سنه؟ يعني هل عادي ان الناس عندها 14 15 سنه ولا دي حاجه؟ لا عادي، يعني عادي 14 15 سنه ويتعلموا سواقه العربيات ويشاركوا في السباقات. بالظبط، بس برضه في التراك مش بره. طب وانت بتقعدي تشتغلي على العربيه عشان تحضريها مثلا قبل السباق، ولا ما لكيش دعوه بقى بالحاجات دي؟ لا يعني بقعد اساعدهم، بقعد اقف افهم ايه اللي المفروض يعملوه، بقعد اشتغل فيها، بقعد اتدرب عليها عشان نبقى جاهزين للسباق. انا بشكرك جدا يا مايا، يعني حقيقي حاله مختلفه ومميزه جدا. انت بنت عندك 14 سنه
وبتسوقي عربيات اصلا، يعني مش بس بتسوقي، بتخشي سباقات وبتعملي دريفتات وحركات وكلام جامد جدا. فبشكرك جدا انك كنت معايا النهارده، نورتيني.